التحاليل هايله وكل اللي كنا خايفين منه مش موجود. بس انت لازم تتغذي كويس وما ترهقيش نفسك. والله يا دكتور ريقي نشف معايا، لا راضيه تاكل ولا راضيه تشرب. لا 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 لا، تحديدا لازم تاخدي بالك كويس قوي من قصه الاكل دي. ان ما كانش عشانك يبقى عشان خاطر البيبي اللي جاي. عشان مين؟ البيبي اللي جاي. مبروك، انت حامل في 4 أسابيع. حامل؟ ويا ريت تاخد الادويه دي بانتظام. عن اذنك. قلت ليش يعني على حكاية الحبوب اللي هتصدرها وترجع تستوردها تاني دي؟ فما عليك برضو ما قلت ليش على حكاية السلاح اللي في ايد الجميع اللي هنا. انت فاكر يعني اي حاجة ممكن تيجي ناحية الناس دي وانا ما اخدش عنها خبر؟ طبعا لا، انا عارف انه لازم تعرف. امال ليه بقى عايز تلعب بعيد عني؟ يا باشا ده مؤاخذة بقى، احنا نسائي يا باشا، احنا ماشيين في ظلك، دي سبوبة تفاريح كده. سماح المرة دي بسك منك جوز بنتي، بس خليك فاكر مفيش زنة ناموسة ماخدش عنها خبر. كرتونة مبيد لأي ناموسة تقرب ناحية ودن الباشا. ده نهزر، ده ما يراك في حوار الحبوب. حبوب بتاعت الستات حلوة، دي مساهمة إنسانية مننا في حل المشكلات بين الزوجين، وهدفنا نحل كل مشاكل الجنسين. وأنا ليا مزاج أبات في بيتي النهاردة يا خميس. وأنا سفير المزاج العالي. مالك عدم متسمرة كده ليه؟ ما تقومي تساعديني في شغل البيت، تكونيش فاكرة نفسك بقيت الست هانم ولا ايه؟ والنبي يا ست مطر، مش ناقصة تقطيم، أنا مش قاعدة هنا بكيفي يعني. أمال قاعدة يا أختي بكيف مين؟ المعلم محرج عليا، لا أخرج ولا أتكلم ولا أشوف حد. شكله كده يا أختي مصفيش من ناحيتي. ولما هو مصفيش من ناحيتي كان اتجوزك ليه؟ ولا كونيش فاكرة نفسك يا بنت اتجوزتيه بالعمل اللي عملتيهوله. وأنا شرفني بقى الله، انا زهقت من القعده والحبسه المهببه دي ومش عارفه اعمل ايه. خلاص هبقى اكلمه يفكها عليكي شويه. لا والنبي، هيضيقها اكتر من كده. انت عارفه المعلم مخه بيتربس، انا مش عارفه ايه اللي بيحصل لي ده، بس والنبي يا ربي. الدنيا كلها عندها مخ وهو لوحده مخ تاني خالص، وحتى الفلوس اللي طلبتها منه قطعها عليا. لا وايه، يقول لي اول ما تعوزي حاجه بيطلبيها مني. عمرك شفتي كده؟ يعني نائب الجهله شنعه بنت العبيطه. حتى الفيلا اللي حلمت ان انا اعيش فيها اتطردنا منها. شفتي نحس اكتر من كده؟ لا شفت اكتر من كده. ما تتلم بقى يا ياض، انت عايز توضحنا؟ مش قادر يا معلم، مش طايق، مش قادر ابراح حفظولي. شكلنا كان زباله واحنا خارجين مططين راسنا زي اللي شايلين عال على راسنا قدام الرجاله. هنحط عيننا في عينيهم ازاي بعد كده يا حاج؟ قول لي يا ياض. احنا مش قلنا هنطاطي للريح لحد ما تعدي؟ رقبتنا بقت زي السمسمة من كتر المطاطية. خلاص انا زهقت، مش قادر اقبل على نفسي ده بعد كده. براء، انا مش عاوز تهور، انا مش عاوز تهور، انا مش ناقص بلوى جديدة نقع فيها. المرة دي خسارتها مش هتبقى بيت ولا مصلحة، لا خسارتها عمرك وعمري. أنا بقى ما يهمنيش، ولو أنا حاجة أموت راجل ولا أن أعيش مرة. ولا تقصد مين يا واد بالكلمة دي؟ ما أقصدش يا حاج، من حرقتي بس. طب اقعد اقعد، سيبني حجر في الحال، أنا مخنوق على الآخر. يا ابني حالك إيه؟ ما هو حالك وحالي واحد يا حمار، افهم، اقعد واسمعني. ماشي يا حاج، سمعني. شوف يا براء،
انا عامل كماشه حوالين رقبه خميس. كماشه دي ليها ثلاث ايدين، الاوليه في ايد المرض، الثانيه في ايد بطران، الثالثه بقى في ايد العمروتي. سلامات يا عمروتي. العمروتي اللي جوز بنته الخميس وحطه في عبه. اه بس بنته بقى لما تعرف ان جوزها خانها هتقلب الدنيا. والعمروتي ذات نفسه لما يعرف ان الخميس بيلعب من ورا ظهره في السوق برضه هيقلب الدنيا. واحده هيلعبها المرض والتانيه بلاوه فيها بدران، بس هنوصل مع السكه. يعني زي ما بيقولوا فاضل على حلو دقه. والكماشه تقفش في رقبه خميس ونخلص خالص. فهمت؟ فهمت. حلوه دي يا معلم. يا مزاج الخيرات على سفر المزاج في كل شبر فيك يا مصر. اه يا بلد عايزه ولد يا فندينا. رد علينا، عايزين المفيد. ما هو ده المفيد يا معلم. هلله احنا بنتكلم في السعر يا فندينا. اهو ده عيبنا بقى، ده عيبنا. نسيب الزبد اللي بتدوم ونمسك في الزهرات اللي مش دايمه. يا رجاله يا رجاله، السعر ده حبه فوق وحبة تحت وحبة فوق. حبة فوق حبة، حبة تحت حبة تحت حبة، حبة فوق حبة فوق حبة تحت. خلاص كفاية بقى، مش غنى نكمل. بس أنا شايف إن السعر ده غالي علينا أوي يا فندينا. الغالي ثمنه فيه يا معلم. دي بضاعة ملهاش أخت يتيمة، لا في زيها في شرق ولا في غرب ولا حتى في جنوب. ليه؟ عشان كله شمال. خلاص خليك حنين علينا يا فندينا واود. اتعب انت يا حبيبي زيي، وروح جيب البضاعة وخلطها وباخدها منك بضعف السعر بتاعي. أوامرك يا فندينا، نشتري بالغالي لأجل عيونك. أهو ده كلام المعلمين، الكلام الرزين الموزون. تسلم لي عيونك يا معلم. تسلم يا كبير. يتوب علينا ربنا. انت ناويه تروحي الشغل برضو يا ابله؟ خميس ما كلمكيش؟ لا انا قلت اكيد كلمك انت. يا اختي ولا كلمني ولا كلمته. طب يا ابله المجهود الكتير ده غلط عليكي وعلي في بطنك. انت من اولها كده هتعملي من حبه قبه. خلينا يا اختي نروح نشوف اكل عيشنا، هو ده اللي باقي لنا. انا هروح افتح. لا خليكي، انا كده كده خارجه. روحي. الله يقويكي يا اختي. سلام. جايه جايه. مش فاهمه انا متصربه على ايه ده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه شفت عفريت قدامك؟ عايز من ايه براء؟ بيقولوا عليا رمانه ان انا قبض الروح. سمعت الحكايه دي عني قبل كده؟ سيبني في حالي بدل ما صوت والم عليك الدنيا كلها. لا ده انا عايزك تصوتي على قد ما تقدري. انا عايزك تلمي العالم كله يا ناس يا عالم. هتقولي لهم ايه؟ رقاصه وجاي لها زبون. انا لو حد سالني اقول له كده. خش يا بنت جوه. اثر عايز ايه يا براء؟ البني ادم لما بيموت بيغسلوه قبل ما يدفنوه، وانا بقى ناوي تنظفك عشان انا نفسي تموتي طاهره. عايزك تحضري كفنك وتفضلي شايلاه عشان هتحتاجي قريب قريب قوي يا رمانه. انت بتهددني؟ انا مش بهددك، انا بس بعرفك قيمتك. لو مسيتش على واحده مني هتروح في 60 داهيه وبستلقى وعدك بقى يا اخويا، وانت عارف كويس انا ورايا مين. ورمانه ما بتكذبش. خوفتيني ياما. انا عارف مين اللي وراكي. افندينا اللي انت عاشقاه في الضلمه واللي انت سلمتيني له، ولا الباشا؟ ما تخافيش انا راسي على كل حاجه.
الاتنين دول بقى على جزمتي. ويكون في علمك انت كمان بالنسبة لهم حتة بت شمال ولا تسوي، لزوم المزاج مش اكتر. واول ما تروح عليك يا مزة خلاص كلبة وراحت. سيبني وروح لحالك. انا هروح لحالي، بس قبل ما اروح لحالي لازم تعرف انك هتستني الموت كل لحظة. ما تخافيش، انا مش غشيم عشان اموتك دلوقتي، لا انا هسيبك كده مش على بعضك. الكهرباء مش عارفة الموت جايلك منين ولا من فين، بس ورحمة الغريبة رمونة ميتة ميتة. سلامة مزة. الناس دي مش بتوع كيف وبس يا حاجة، والمصلحة بتاعت العمروتي كان ليها ديل تاني خالص أنا براه. تقصد؟ أيوة، الناس دي تجار موت مش مزاج. أنت قلت للعمروتي الكلام ده؟ أراها في كلامي قبل ما انطقها. وقال لك إيه؟ قال لك البلد مستهدفة يالي، والناس متلبشة، وكله هربان في جلده، وإحنا دورنا الأمن، نوفر الأمن والأمان قال. وإن لازم يبقى السلاح زي الموبايل في ايد الجميع. يبقى هو قير المصلحة الكتيم اللي كنت عايز تلعبها من وراه، وحب يقرصك من ودنك. أنا مش فاهمة إيه اللي مخليك متشعلق في حكاية الحبوب دي. دي مساهمة إنسانية يا حاجة، مساهمة إنسانية في حل مشكلات الزوجية. إحنا دورنا نوزن مزاج الجنسين. العمروتي ما بيهزرش يا خميس. العمروتي بنته نايمة فوق وقط تحت جناحي، يعني يوم ما يغدر يتوب علينا ربنا. ان شاء الله حيتوب. امين يا رب. ضرب نسيتي تأمري بأي حاجة تانية يا ست الكل؟ هويني. يبارك لك حبيبتي يا ست الكل. نعم تحت أمرك يا حاجة. حجة؟ انت خليت فيها حجة؟ انت ظهر متقل العيار شوية الليل. والله مش انت اللي قلت لي روح شرب لك ياسين اظبط دماغك وتعالى؟ اديني عملت بنصيحتك، اتبكيتين على ايه بقى؟ عايزك تفوق شوية، غرقان في حضن مراتك وفي الشرب ومهمل شغلنا خالص. لا بقول لك ايه، شوق بره كلامنا ده خالص. الله، من امتى بتكلمني بالطريقة دي؟ من دلوقتي. والعلمك بقى من هنا ورايح مش هسمح لمخلوق يمسها بكلمه. لا ادي البت خلصت على الشويه اللي فاضلين في مخك خالص. لا الا الله. تاج يا مايل وعدل المايل يا رب. عايز حاجه ولا اروح انام؟ تنام؟ ما شبعتش نوم يا ابو سنه؟ ما تسيبيني بقى حاجه. لا مش هسيبك، ولازم نخلص من البت دي، لازم نخلص من الجوازه الشوم دي. الله، وفي ايه؟ في ايه؟ انا خلاص ما بقاليش لازمه في البيت ده، بقيت ملغي من حساباته خالص. ما صحش كده يا حاجه، المثل بيقول لك ان كبر ابنك خويه وان كبر اخوك رعيه. انها مش كده، مش اتجوز بمزاجك وطلق وقت ما تعوزي، لا ده كتير قوي. وسيبوني ساكت بقى، خلي اللي جوه جوه. ايه اللي جوه يا ابو سنه؟ ابو سنه عاوز ايه شفان؟ انا محسوبك يا ست الستات، انا غرضي بس اني انول الرضا. وانت جربتيني لما شفتك في الحارة، ما نطقت بكلمة ولا فتحت بوقي. انت جاي تساومني ياض ولا ايه؟ عفو السماح يا برنسيسة الدنيا وما فيها، لا عشت ولا كنت،
انا هفديكي برقبتي. بقول لك ايه يا شفاعة؟ روح شفاعة من جوه جواني. انت عاوز مني ايه؟ ده سؤال برضه يا ست بطلة. وانا عاوز ايه غير الرضا؟ والرضا بتاعك ده بقى شكله ايه؟ عليك يعني مش فاهم. انت فاهم وانا فاهم. هو اصل يعني عارفين يا ست مطر اسمع، لو في حاجه من اللي انا وانت فاهمينها دي وصلت للمعلمين، عارف هيجرى لك ايه؟ ليه كده بس يا ست؟ هو انا قلت حاجة؟ انا بقى مش هقول حاجة، ولو انت مناك رضايا تسمع كلامي يا بخت من نفع واستنفع. هنستنفع ان شاء الله، ربنا اللي نستنفع. ضوي خلاص، مبقتش شايفة في الدنيا إلا خميس. ليه إن شاء الله؟ نسيت روحها؟ لولاك أنت عليها وابنها المحروس ده مرمي في السجن، كان زمانها بتدور على اللقمة في الشارع. هي طول عمرها كده، ملهاش غالي، ملهاش عزيز، فاكرة إنها زي ما خلصت من اللي راح، الدور هيجي عليا بقى. أنت بتوصل مين؟ إحنا مالناش واحد في البيت ده شكوك. نعم، واسيب لها الجمل بما حمل ليه بقى ان شاء الله؟ انا اتخنقت يا شوق، اتخنقت، بقيتش طايق ريحتهم في البيت ده. احنا لازم نروح نقعد في حته محدش فيهم يعرف لنا طريق جره. يا حبيبي انت لو رحت اخر الدنيا انا معاك، هو انا ليا حد في الدنيا دي غيرك؟ بس اللي انت بتطلبه ده لازم يتوزن، لازم نفكر فيه بالعقل علشان ما نندمش. فاكرين ان ابو سنة خلاص كبر وعجز وخوخ، لكن انا هعرفهم انا بقى مين. ان ابو سنة ما هو زي اخوه. انا برضو حاسس انه مغير ومش هو. خلك شكله كبر وخرف، واللي باقي من مخه سلمه للعقربه مراته. ما تقوليش كده يا اما، ده الخال برضه. البت معبياه مننا يا خميس. محلوله محلوله، بس بالهداوه بالهداوه. انا الفار بيلعب في عبري، الظاهر البت ضربه اسفين جامد قوي. انا عمري ما شفت ابو سنه بالشكل ده. وانا من ساعه ما جيت من السفر وهو متغير. معقوله البت تكون قالت له؟ قال قالت له ايه يا خميس؟ هي مين دي؟ الله شو؟ لا ده انا باخد ودي كده في حوار تاني. بقى البت رمانه قالت لك كده؟ بس انا ما سكتش مع علي وقلت لها انه ده مستحيل بعد عملتها السودة. بعدها رجعت نفسي وقلت اكيد عرفت غلطتها، وانا عارف ان قلب معاليك سو كايندي، يعني بيسعى الكره الارضيه. لا خفيف، البت دي ليها مصلحه معايا وعشان كده طالبه تشوفني. بالظبط، هي قالت كده معاليك. قالت ايه بقى يا اخويا؟ قالت انها عايزه تستنجد بالباشا اللي هو سو كايندي. عموما احنا طول عمرنا بنعمل خير ونرمي البحر. اطلبها لي. ايه يا رمان، الباشا معاكي، اتفضل معانا. عايزه ايه؟ عرفت ان الضفر عمره ما يطلع من اللحم. عيب يا خال، ده انا افندينا ومش على اخر الزمن واحده ست اللي هتوقع بيدها. الست دي تبقى مراتي يا خميس. ومرات الخال يا خال
يوم ما عيني تتجرأ وتبص لها في أعهد صوابعي. ويا هتتبلى عليك ليه طيب؟ عشان توقفني قصاد بعض الوقفة دي وتقش اللي طوله إيدها. صلي على يشفع فيك يا خال، صلي على يشفع فيك والنبي واسمع خلاصة القول. عليه الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. بصريح العبارة كده أنا يعني هودتها حبة على اللي في دماغها، بس ليه؟ ليه؟ كان عندي مصلحة تخصنا كلنا. أنا كان كل غرضي إن أوصل لمراد براء النوح وأجيبها في حجرنا، خصوصاً إن شو بتقابلها عند الست بتاعت السحر والشعوذة اللي اسمها حنتومة، حتى أسألها. أنا في البيت ده إيه؟ أنا عايز أفهم. أنت كبير يا خال، أنت كبير قوي، كبير العيلة وكبير البيت في السن والمقام. لكن أنا كان غرضي المصلحة، والله كان غرضي المصلحة، حتى الكردان ده كان عربون الشغلانة. من ورايا يا خميس؟ وأنا إيه وأنت إيه يا خال؟ ما إحنا طول عمرنا واحد. هو أنت يعني لو قصدت كرامة ولا حتى بنت الباشا في أي مصلحة هقف لك فيها؟ والبيت اللي على المحارة؟ بيت إيه اللي على المحارة؟ أنا لا أعرف بيوت ولا أعرف محارة. أنا اللي عندي قلتهولك يا خال وأنت عارفني كويس. قلتهولي؟ قلتهولي بعد إيه يا خميس؟ بعد ما شفت وتأكدت إنها عايز تضرب مفك ما بيننا. أنا بقيت متأكد من كده يا خال، بس أنا عارفك، عارفك كويس، وأنت مربيني ومحفظهالي زمان، محفظهالي. فاكر يا خال؟ أوعى تدي ودنك لواحدة ست. أوعى يا خال، أوعى. سمعت انا اخبار في السوق كده ان المعلمين كلهم شاطين بسبب السعر اللي ضربته خميس. معلم هلا كان عندي وقال لي الكلام ده. طب وانت ناوي تعمل ايه يا كبير؟ خلينا بعيد. خميس كده بيحرق نفسه وبيكتر عدوينه وكله في الاخر مصلحه. في زياره ليك يا كبير. مين ياد؟ عم الجمال كلهم وعين أعيان نزلة السمان، حبيبك وحبيب أيامك. وأنا بسأل نفسي أنا مبسوط النهاردة ليه؟ علشان هشوف النوح بيه. أؤمرني، أؤمرني يا سيد الناس. أؤمرك ده إيه؟ ده أنت اللي جاي عليا. جاي ليه يا مالت؟ حمامة السلام ومرسال الأحبة ولقمة العيش. قوم أنت روح شوف الشغل بره. ماشي يا كبير، هسيبك انا مع مرسال الاحبة. استنى يا براء، ويت. وايه اللي دخل براء في اللي بيننا يا مال؟ بعد اذنك يا سيدي الناس، المرسال ليكم انتوا الاتنين وبالاخص براء. انا؟ ما تتكلم يا مال. واحدة عايزاك يا فندم. ابعت. أبصم لك بالعشرة وأضرب لك تعظيم سلام وانحني لك كمان. انت ايه اللي جابك هنا؟ تكسب يا فندينا. خدت الراجل تحت بطك وبلفته بكلمتين وأنا اديتني الكتف التمام. راجل مين وكتف مين؟ روحي شوفي حالك. حالي ومالي وكل اللي حيلتي هما اللي خلوني أجي على هنا. وبعدين الحق عليا يعني ان انا عايز اعمل باصلي واوعيك من الحربايه اللي بتحوم حواليك. والله اعلم ناويلك على ايه. حربايه مين؟ اللي رامي سرك في عبها ومديها الامان. ويا اخويا مش شايفه اماره. تتكلمي عن مين؟ مطره. مطرة؟ ايه الحوار؟ خش في الموضوع. خش فين بقى؟ وترجع تنكر؟ انكر ايه؟ زي ما عملت مع الخال. ما انت جيت قدامه وجبت ورا وانكرت انك وديتني الشقة وفرجتني عليها. فاكر الشقة اللي على المحارة؟ بس يلا، أنا ما بقاش في دماغي ولا شقة ولا دياولة.
خش في الموضوع يا شوق انجزي. ايه حوار مطره ناوياني على ايه؟ راح يفيد بايه دلوقتي؟ ما خلاص الشقه رايحه لصاحبه نصيبها. ماشي قولي لي اللي عندك يا شوق واعتبر الشقه لسه موجوده. يعني في شقه على المحاره خميس؟ خلي وانا مريك يا خلي على الحوار، وهي اللي جت هنا عشان تقول لي على حوار مطر. يلا شوق اسمعني يا خال، يا خال يا خال انا اول ما جاني المرسال جيت لك على طول وقلت لازم انا اجيب الواد ده معايا لا يكون مزعل معاليك ولا معاليك واخد على خاطرك منه. حكيم انا عارفه الواد ده لما بيتنجر يشرب بينسى روح وبيهلفط باي كلام. بوس ايدي الباشا براء. يلا بوس. استنى يا ابني، مش انا اللي اتاكل بالبقين دول يا معلم ولا شويتين دول هيخلوا عليا. اللي ربى خير من اللي اشترى. يا باشا احنا محاسيبك ورجالتك وضلك في السوق. المالتي بيقول ان معاليك عاوزنا. مرنا يا باشا، احنا من ايدك اليمين على الشمال عدل. اتفرج على ابوك يا ابني وتعلم. اتعلم. اتعلم يا باشا، اديني بتعلم. اما رقصه تيجي تعلم عليك وتسلمك زي الكتب لصاحبها تبقى ما اتعلمتش. فهم. اما تفوق وتعمل فيها ذكر وتيجي تهددها وانا قاعد تبقى ما اتعلمتش. يا باشا الموضوع اصله مش كده. اسكت شان انت. اسمع الباشا هيقول ايه. عشان خاطر ابوك انا هعلمك حاجه مهمه قوي. انت فاكر يا ابني ان انا عندي عينتين زيكم؟ انا كل جسمي عينين، شايفه اللي ما يتشافش وقاري اي دماغ بتفكر في ايه. انا بصيت لك كذا مره يا براء عشان تفهم، لكن مفيش فايده. ما بتتعلمش ولا ايه يا معلم؟ معقولك يا باشا، معقولك واللي تؤمر بيه معاليك واجب النفاذ. عشان ابوك والعشره والعيش والملح الفاتوره دي مش هتدفع دلوقتي، بس خليكوا فاكرين الحساب يجمع. باشا انا كنت عاوز اقول لمعاليك حاجه بس. اخرجوا من الباب اللي ورانا يا معلم، والعربيه اللي جابتكم هترجعكم مطرح ما جيتوا. يا باشا احنا انست وشرفت يا معلم، وزي ما بتقولوا خطوه عزيزه. يلا يلا يلا. انا دماغي هيست. ازاي انا اقع في خيه زي دي يا رمان؟ ازاي انا خميسة فندينا بعد كل اللف اللي في الحياة ده اقع في خية زي دي؟ انا قلت البنت طبعا انا في قرشين وهنطلع بالمصلحة، انما برضو الخال، الخال يقول لي انا كده. ولا يهمك يا اخوي، خليه يروق حبة وبعد كده فهمه ورسيه على الحوار. وبعدين هو اكيد عارف انها حرباية وناوية على خراب. بيني وبينك لما سألني على حوار الشقة ده أنا اتبرجلت. أنا مهما قلت برضو أنا عارف الخال استحالة هيشيل من مخه إن أنا وهي اتقفل علينا باب واحد، مع إني والله العظيم ما لمستها ولا هلمسها في يوم من الأيام. خميس يا بنت دي مقشفة، ما يغركيش الألوان. ده أنا بحور عليها الحوار ده، كل ده عايز أوصل لمعلومة واحدة. لكن طبعا الله أعلم هي قالت له إيه أو قالت حلو إزاي، وهي لابساه زي الجنية. خلاص اعمل له زار يا أخويا وطلعها منه. زار يا رمانة؟ إيه الروقان اللي أنت فيه ده؟ أنت في كنافة. طب قولي
انت ليه ما كنتش بترد عليا اليومين اللي فاتوا؟ انا ناقص بقى رمانه دلوقتي الكلام ده. خلاص يا اخويا، انا ولا هزعلك ولا هعكنن عليك. يا ريت، عشان الليله دي مش باين لها الوان. طب ايه رايك بقى في اللي يقول لك خبر يخليك تفرح وتشيلني من على الارض وتطير بيا؟ طب ما انا كده كده بشيلك، ايه بقى الخبر الجديد؟ ايه اكتر حاجه، اكتر حاجه تتمناها من ربنا؟ ما تخلص يا رمانه بقى، انا مش ناقصه الغاز. مبروك يا خميس. الله يبارك فيك. على ايه؟ هتبقى اب. ايه؟ يا اخيرا كرامه حامل. كرامه مين يا ابو كرامه؟ مش كرامه اللي حامل، انا اللي حامل. انت اللي حامل؟ يا نهار ازرق. يا نهار ازرق؟ طبعا. انت لازم أن ترجع سيد المعلمين وكبرهم، لازم تاخد مكانك المظبوط بينهم، المكان اللي تستحقه. خميس خلاص طمع، فتح بقه زي التربة، عنده استعداد يطحن عظم الكل ويرميه ويداريه في ترابون. وامه عايزه سيد الناس كلهم، حتى لو كان على حساب اقرب الناس ليها. وانت قلتها قبل كده، مش هتيجي اعز من اللي راح. وزي ما الخل بيشيل السخونيه من الجته، تهبده الكف اللي ينسي اللحم من على عظمه، من بعيد لبعيد ومن غير ما حد يحس بيه. ساعتها تبقى دوست عليهم بالجزمة قبل ما حد يفكر يدوس عليك. احنا في خطر يا براد، وكل اللي عملناه هيضيع، وخميس هيركب الكل. انا كمان مش مطمن حق الكلام الباشا ده. الباشا دماغه مغسوله يا حاج. ده بيكلمني في حوار رمانه. خميس واكل عقله. عشان كده يا ابني لازم نتصرف وبسرعه كمان. انت مش قلت ان بدران عنده سكه؟ ما هو خميس مش مقرب بدران منه اليومين دول، وبعدين بدران عاوز يلعب في فلوسه بس. احنا محتاجين عين شايفه افندينا ودايسه دخانيه. انا عندي فكره يا حاج، برقبه افندينا. فكرتي ايه دي يا اخويا؟ لا مؤاخذه يا معلم، في زياره المعليك بره. زياره من مين يا؟ أنا يا معلم. أبو سنه